طيب، محاضرة رقم 6 برضو نواصل للصفحة رقم 5. عندنا البرنامج بتاع شنو؟ الفاكتوريال اللي هو المضروب. برنامج الفاكتوريال اللي هو كالآتي: أول حاجة عشان نعمله في شكل فانكشن، هنا بنعرف في شنو؟ في شكل فانكشن، اللي هو عندنا العدد اللي هو النمبر، رمزنا له بنم اختصار من شنو؟ من نمبر. هنا قاعد أنسخ فقط واشرح. اختصرناه بشنو؟ بنمبر. والاف ده هو الفاكتوريال اللي هيطلع بعدين، هنرمز له برمز شنو؟ اف في البرنامج الرئيسي. اما في البرنامج الفرعي بنشوف متغيرنا مسمينه شنو. في البرنامج الفرعي اللي هي الفانكشن، النمبر مختصرين بشنو؟ باكس. نوع شنو؟ انتجر. والانتجر اللي بعد النقطتين فوق بعض، لاحظ انه ده اسم الفانكشن ديل القوسين. هنا اكس ده المتغير نقطتين فوق بعض مع المتغير انتجر، ده المدخل اللي هو اللي هيكون النمبر. اما الانتجر البره دي اللي فيها نقطتين فوق بعض انتجر بعد فاصله منقوطه، ده نوع المخرجات. المخرجات الفاكتوريال، لا الفاكتوريال هيكون شنو؟ او المضروب هيكون شنو؟ رقم، لانه مضروب السبعه مثلا، 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، النتيجه بتيجي شنو؟ رقم. اذا نوعه برضه شنو؟ برضه انتجر. بين الفانكشن برضه عندها بيجين. طيب دي حسب الفاكتوريال، لانه اصلا مضروب الزيرو بواحد، مضروب زيرو بواحد طالب اخدته في شغل شرط if x equals 0 then factorial 1، ما تحسبه ليه بس مباشرة. اذا كان دخلت لك 0 اديني المضروب حق واحد، والا احسب ليه الفاكتوريال بالمعادلة دي اللي هي x star factorial x ناقص 1، اللي هو المضروب لأي عدد بيساوي العدد في مضروب العدد اللي بعده. مثلا قلنا مضروب الأربعة هو عبارة عن 4 في مضروب الثلاثة، لأنه مضروب الثلاثة برضه بيساوي 3 في مضروب الاثنين، مضروب الاثنين بيساوي مضروب 2 في مضروب 1 وهكذا. اند دي الفانكشن اللي اسمها شنو؟ فاكتور. باجي للبرنامج الرئيسي بكتب عبارة اللي عاوز اكتبها دي، معناها حاجات اختيارية. انتر نمبر ادخل الرقم، ريد لاين ذا نمبر الرقم اللي ادخلته اقراه في الشاشة. اف دي الرمز للفاكتوريال هنا في شنو؟ في البرنامج الرئيسي. هناك اسمه فاكتور وهنا اسمه اف. اف هو عبارة عن شنو؟ فاكتور، لا دي الفانكشن اسم الفانكشن هذه اللي استدعيتها، لأن الفانكشن هنا مسماها شنو؟ سماها فاكتور. اف بيساوي نقطتين فوق بعض فاكتور نمبر، اللي هو فاكتوريال للنمبر. يعني الفاكتوريال للنمبر ده بيحسبها لك حسب الفانكشن اللي انت اشتغلتها هنا ده كله. رايت لاين دي كلها قلنا كماليات. فاكتوريال اوف النمبر اللي دخلته از هو قيمته اف ريد لاين. نجرب نعمل كومبايل للبرنامج، البرنامج صحيح. طيب نعمل لرن، نسيفه سيف از وشنو؟ تواصل. انا هنا البرنامج مسيف ما بحتاج، لو ما سيفت البرنامج او حفظته حيضيع صاير ما حتلقى دعم. طيب اللي يدخل اي رقم مثلا 5. خمسة. طيب مضروب الخمسة هو كم؟ 5 في 4 ب20، 20 في 3 ب60، 60 في 2 ب120. المفروض النتيجة تجيني شنو؟ 120. فاكتوريال اوف 5 از 120، طوالي معناها شنو؟ صحيح. ندخل تاني رقم رن مثلا الأربعة، مضروب الأربعة شنو؟ هو 4 في 3 ب12، 12 في 2 ب24، 24 في 1 ب24، معناه 24. فاكتوريال أوف 4 24. إذا كده البرنامج حقنا شنو؟ صحيح. نضغط إنتر عشان نرجع للبرنامج الأصلي.